مشاهير دار المخزن المنسيون أمراء وأقارب وأعيان لعبوا أدوارا كبيرة في حياة الملوك. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. الذين اشتغلوا إلى جانب المولى محمد بن يوسف في شبابه، أي في سنوات الثلاثينات والأربعينات، كانوا يدركون جيدا التقارب بينه وبين أخويه. يتعلق الأمر هنا بمولاي إدريس ومولاي الحسن ابني المولى يوسف. لم يكونا يحملان لقب الأمير، والسبب راجع إلى أن التقاليد المخزنية المرعية وقتها لم تكن تعترف بلقب الأمير أو الأميرة، وتعامل كل سلالة العائلة الملكية بلقب الشريف والشريفة. لم تتغير الأمور إلا عندما دخل لقب الملك إلى التشريفات الملكية طاغيا على صفة السلطان القديمة الضاربة في التقاليد المخزنية العتيقة. الشريفان كانا مقربين جدا من أخيهما محمد الخامس، وعلى عكس الولايات السابقة عاش الشريفان في ظل أخيهما في وقت كانت العادة فيه أن إخوة السلطان كانوا يبتعدون تلقائيا عن عالم السلطة، تاركين المجال لوزراء ومستشاري السلطان الذين كان بعضهم على خلاف مع الشرفاء بسبب الصلاحيات المخزنية في السلطة. كما أن العادة جرت أن يكون إخوة السلطان المقربين منه بعيدين عنه جغرافيا بحكم ثقته فيهم وتعيينهم كممثلين له في مناطق بعيدة. في عهد الملك الراحل الحسن الثاني كان الأمير مولاي علي حاضرا بقوة في دواليب القرار، وكان حتى معارض الحسن الثاني الأكثر شهرة مثل عبد الرحيم بوعبيد وعبد الله إبراهيم يعرفون الأمير مولاي علي والأمير مولاي الحسن بن إدريس، اللذين كانا بعد الاستقلال يشغلان مناصب وزارية وحكومية مهمة. لكن الأمر كان مختلفا مع أبناء القصر السابقين الذين عاشوا في الفترة المبكرة لوصول الملك الراحل محمد الخامس إلى الحكم سنة 1927، إذ وجدت سنة مخزنية قديمة تقضي بإبعاد أبناء العمومة والأخوة عن دائرة السلطة القريبة، وتوظيف مستشارين ووزراء يعهد إليهم بأمور الدولة مع الإبقاء على الأخوة والأبناء في مناصب سيادية مثل تمثيل السلطان في الأقاليم الأخرى. في عهد المولى إسماعيل أحد أشهر مؤسسي الدولة العلوية ترسخت عادة مخزنية تمثلت في توظيف أبنائه في الأقاليم كممثلين للسلطان أو مكلفين بمهام التفاوض مع القبائل التي كانت تتمرد على الدولة بين الفينة والأخرى. كان المولى إسماعيل يعهد بمثل هذه المهام إلى أبنائه دون غيرهم، ويعاملهم بصرامة إضافية تكون مبالغا فيها أحيانا إذا ما خالفوا تعليمات الوالد. في عهد المولى الحسن الأول الذي توفي سنة 1894 كان الوضع مختلفا، إذ إن السلطان الراحل ترك خلفه أزيد من 27 ابنا، وقع بينهم خلاف كبير على السلطة بحكم أن المخزنيين الذين يقودهم بأحمد اختاروا المولى عبد العزيز بتوصية سرية من المولى الحسن الأول، بينما علماء القرويين اختاروا الابن إدريس واختار آخرون أخاه محمد، بينما فريق ثالث من العلماء المحافظين أكثر اختاروا الابن أحمد الذي كان من طلبة العلم بدوره في جامعة القرويين. خرج الابن الهادئ مولاي يوسف سالما من معركة كسر العظام بين دواليب المخزن الذين كانوا يحاولون فرض رأيهم في مسألة خلافة المولى الحسن الأول بعد وفاته.
وفي فترة حكم المولى يوسف لم يشأ أن يتكرر سيناريو إخوته، فاختار أن يجعل فترة حكمه خالية تماما من نفوذ إخوته أو المقربين منهم. لكن وفاته سنة 1927 جعلت بعض الحسابات تتغير، ليأتي الملك الراحل محمد الخامس إلى الحكم حاملا معه منهجا آخر في تعامله مع العائلة، فقد كان معروفا عنه حبه الكبير لأعمامه وأخويه، وحرص وهو في السلطة على زيارات منتظمة إلى فاس ومكناس لكي يتفقد منزل العائلة الذي قضى به طفولته الأولى وسنوات شبابه أيضا، وحافظ على علاقة وطيدة بأعمامه وأبنائهم أيضا. لكنه في السلطة قرب منه أخويه أكثر، وهما الشريفان مولاي إدريس ومولاي الحسن بن يوسف. عاش الأخوان مع أخيهما السلطان محمد بن يوسف إلى آخر حياتهما، بالإضافة إلى ابني عمومته مولاي علي ومولاي الحسن بن إدريس. هذان كانا بالضبط من أصدقاء طفولة الملك الراحل محمد الخامس، وقد حصل على لقب أمير مكافأة لهما على موقفهما الشجاع الرافض لمبايعة ابن عمهما محمد بن عرفة سلطانا على المغرب، بعد نفي الملك الراحل محمد الخامس بل وزاره في منفاه. بن يعيش وابن عبد الرحمن موظفان ولدا في القصر وماتا منفيين. ربما كان من سوء حظ إدريس بن يعيش أنه ولد في كنف أسرة مخزنية ولدت في ظل القصر الملكي بفاس، فرغم أنه استفاد من علاقاته العائلية وأصبح عاملا في القرن التاسع عشر، وهو منصب لم يكن يصل إليه وقتها إلا أهل الثقة الملكية، إلا أنه باتخاذ هذا القرار سوف يندم كثيرا سنة 1904. فبعد أن كان ابن يعيش بعيدا عن ضجيج العاصمة وصراعات السلطة بها، قرر أن يعود بناء على طلب من محيط السلطان، وعرض عليه أن يعود إلى القصر الملكي كما كان والده من قبله وإخوته، ووعده بأنه سوف يضعه في منصب غاية في الأهمية داخل القصر الملكي. وبالفعل عاد ابن يعيش ليجد نفسه في منصب مهم داخل شبكة المقربين جدا من السلطان ومرافقيها الدائمين. أصبح ابن يعيش عندما اقترح اسمه على السلطان في تلك السنة قائدا للمشاورية، وهو منصب غاية في الحساسية. لم يكن أكثر الوزراء نفوذا يحلمون بالوصول إليه، إذ إن هذا النوع من المناصب كان حكرا بالأساس على عائلات مخزنية دون غيرها، ويكون في الغالب متوارثا بحكم حساسيته. لكن مع وصول المهدي المنبهي إلى السلطة أصبح ابن يعيش يعيش متاعب كثيرة في منصبه، ووصل الحد إلى إبعاده من منصبه كمشرف على المخزنيين المرافقين للسلطان داخل القصر وخارجه. ولم يكن الوحيد الذي تعرض لذلك الزلزال المخزني، فقد كان مغضوبا عليه دون أن تحدد الجهة التي قامت بإقصائه رفقة ابن عبد الرحمن الذي كان ينحدر بدوره من عائلة البخاري المقربة من المولى الحسن الأول. كان والده من مؤسسي الجيش وكان يشتغل في القصر الملكي، لكنه أصبح بدوره مغضوبا عليه وتقريبا بدون مهمة شأنه شأن ابن يعيش. وقصة الرجلين ذكرت في بعض المراجع المخزنية، أهمها مؤلفات كتاب الدواوين الذين تحدثوا في رسائل مخزنية عن رغبة هذين الاسمين في وساطة بعض الوزراء في الدولة لتقديم شكوى بالحاجب الملكي وبعض موظفي المخزن لإبعادهما من دائرة السلطان. لكن ما وقع أن المهدي المنبهي بحكم أنه أصبح أقوى وزراء الدولة في تلك الفترة كان الوحيد الذي بيده حل المشكلة، وهكذا اقترح ابن عبد الرحمن على ابن يعيش أن يخصص هدايا ثمينة للوزير المنبهي لكي يجد حلا لمشكلة ابن يعيش الذي لم يشفع له تاريخه العائلي في الإبقاء على منصبه الحساس في القصر الملكي. ورغم توسل
تحولاته للمنبه وعناقه الدائم له كلما أراد تحيته، حسب ما ذكره محمد الروندا في تسجيله لمناوشات موظف المخزن في فترة ما بعد وفاة المولى الحسن الأول بفترة قصيرة. وفعلا كان المهدي المنبهي يملك السلطات واسعة، واستطاع إبعاد بن عيش من دائرة الإقصاء، إلا أن الأمر لم يعمر طويلا بحكم أن كل هذه الأسماء عاشت تجربتنا في مريرة من عالم السلطة بانتهاء مرحلة ودخول المغرب في فترة مرحلة 1907 التي جاءت بأسماء أخرى إلى السلطة. معلم طفولة المولى يوسف وإخوته أعدم في ساحة فاس. كان المولى يوسف رغم أنه يمارس صلاحياته في الحكم من القصر الملكي في الرباط ما بين سنوات 1912 إلى سنة 1927، يعيش حياة أخرى بعيدة عن الأضواء في فاس، حتى أن أبناءه كانوا يجدون راحتهم في مدينة فاس التي نشأوا فيها ويفضلون قضاء أغلب أوقاتهم بها. وكان الملك الراحل محمد الخامس في طفولته قد عاش في أجواء سياسية عصيبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حتى أنه عاش المرحلة المحتقنة لما بعد وفاة المولى الحسن الأول، وكان والده أي المولى يوسف أكثر إخوته بعدا عن صراع السياسة ومشاكلها، لكن محمد بن يوسف عاش أجواء الانفلات الأمني الكبير الذي عرفته مدينة فاس عندما دخلها المولى عبد الحفيظ وخرج منها المولى عبد العزيز. وكان وقتها أحد علماء القرويين واسمه محمد بن هاشم، حسب ما أوردته صحف من تلك الفترة، ناطق بالفرنسية والإنجليزية، قد تعرض لعقوبة كبيرة بسبب ولائه لأكبر أبناء المولى الحسن الأول، وكان اسمه مولاي الكبير. كان مولاي الكبير مدعوما من طرف عدد من علماء القرويين لكي يخلف والده، وكانت أسر فاسية تدعم هذا الاختيار، رغم أن سيرة ابن المولى الحسن الأول غابر الآن من سيرة التاريخ الرسمي، ربما انتقاما لأنه كان مرشحا لخلافة والده ضدا في رغبة الصدر الأعظم بأحمد الذي اختار سنة 1894 أن يدعم وصول أصغر أبناء المولى الحسن الأول، ويتعلق الأمر بالمولى عبد العزيز إلى السلطة ضدا في رغبة الأعيان وأبناء العائلات المخزنية وبعض الوزراء الكبار في الدولة الذين كانوا يريدون وصول مولاي الكبير أو مولاي إدريس أو مولاي أحمد لخلافة المولى الحسن الأول. هذا الصراع نتج عنه إعدام عدد من العلماء من القرويين وهروب آخرين خارج مدينة فاس. التهمة كانت إقحام أنوفهم في قلب دار المخزن، رغم أنهم عاشوا حياتهم كلها خارجها ولم يكن لديهم أي ارتباط بعالم القصر الملكي على عهد المولى الحسن الأول، وكل ما كان يربطهم بأبناء السلطان هو العلم. فقد كان بعض هؤلاء الطلبة من القرويين يشاركون أبناء السلطان حصير الدراسة داخل جامعة القرويين لا أقل ولا أكثر. محمد بن هاشم تعرض لأكبر عملية انتقام بسبب دفاعه المستميت عن مولاي إدريس ومولاي أحمد لخلافة والدهما، والسبب أن محمد بن هاشم كان مدرسا لمولاي أحمد وصديقا لمولاي الكبير الذي درس معه في القرويين قبل أن ينادي عليه المولى الحسن الأول لكي يدرس بعض أبنائه خارج أسوار القرويين، وهناك سوطد علاقته بهم. فقد كان يعلن في جلساته التي يخطب فيها يوميا بعد الصلوات في مدينة فاس أن أحق أبناء المولى الحسن الأول بخلافته هم أبناؤه الكبار وليس الابن الأصغر الذي اختاره بأحمد.
وكان يؤجج مشاعر الناس للاحتجاج، لكنه نجا بفضل هروبه من فاس في آخر لحظة بعد أن كان بحماد شخصيا قد أعطى الأوامر بتأديبه وإخراس صوته، لكنه سرعان ما عاد إلى الظهور سنة 1907، حيث سوف ينتبه إليه القائد ماكلين بالإضافة إلى صحفيين فرنسي وبريطاني بحكم قربه الكبير من مولاي أحمد ابن المولى الحسن الأول. كان محمد بن هاشم قد استغل الاضطراب الكبير في الأوضاع الأمنية وعاد إلى فاس، وهو يعلم أن غريمه بحماد قد توفي ومات معه أغلب المتربصين به بسبب مواقفه المعارضة، لكنه نسي أن دفاعه مجددا عن الاسم نفسه سوف يجر عليه عداوات جديدة من المدني القلاوي هذه المرة، لأنه كان يدعم وصول الابن عبد الحفيظ والذي كان أصغر من مولاي أحمد، لكنه كان معينا في حياة المولى الحسن الأول في مراكش لتمثيل والده بها، وهكذا دعمه المدني القلاوي وساعد في تثبيت الأوضاع من أجله في فاس، ليكون مصير محمد بن هاشم هو الإعدام في ساحة من ساحات فاس، وينتقل مولاي أحمد إلى الضل. ولا أحد من الباحثين في تاريخ المخزن استطاع التنبؤ بمصير بعض أبناء المولى الحسن الأول الذين تضرروا كثيرا من ذلك الصراع، حتى أن المولى يوسف والد الملك محمد الخامس كان من الحكمة لدرجة أنه قرر إبعاد أبنائه عن تلك الأجواء المحتقنة التي قضى بها فترة شبابه قبل أن يصبح سلطانا للمغرب. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم بخير وإلى اللقاء.